احنا عملنا هيدي الوقفة اليوم لأنه في عاملين توفوا بأول نهار من الثورة، وهذا الشيء منه عادي لأنه الظروف اللي أدت لأنه يتوفوا هي الأنظمة اللي بتخليهم يشتغلوا بظروف غير إنسانية، واللي بالنسبة لها شيء عادي أنه يكونوا عم يستغلوا بهذا الشكل، بيناموا بأماكن غير مجهزة وغير أصلاً منه أصلاً للنوم ومنه أصلاً للعيشة.